لقاء مناسبة لكي يكون هناك توافق ما بين الحكومة وما بين ممثلي النخبة. نتمنى لكم التوافق، وإلا ما كاينش عندنا التوافق راه ربما نكون الدور ديالنا، الدور ديالنا في نقدم الرأي الأخير كرجاء للمؤسسة التشريعية في إطار المصادقة على مشروع القانون المالية. ولكن حنا نتمنى أن يكون هناك توافق ونفتح حوار شفاف واضح ما بين الحكومة وبين هذه الهيئات اللي كتمثل المحامين. إذا كيف ممثلي المحامين إلى المعارضة الإعلامية اللي كتمثلوا، من بعد راه غادي يدير لنا واحد الإجراءات التشريعية اللي كتشوفوا حنا المجموعية أنها كفيلة بحل هذا المشكل. شكرا لكم. إذا الصحفيين والصحفية تمنى على أنهم يغادروا المكان، لأن غادي يكون واحد الاجتماع مغلق. باش نعطي كلمة للسيد الأعلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. باسمي شخصيا وباسمي باسم جميع جزيره المعالي في المغرب الذين يمثلون مجموع المحامين في المغرب، في مبادرتي رؤساء ومشاركتي رؤساء باقي الفرق وتجاوب بالحكومة في محاولة للحديث حول موضوع يستطيع الاهتمام